والخير هو الختام إذن. المساء الأخير للمعرض وهو اليوم يلملم أوراقه ودفاتره استعدادا للرحيل. قبل قليل أقيم حفل الختام وتم تكريم المشاركين ختام مسك دعوة مغلفة للعام القادم، والفهرس في يومه الأخير معكم ينقل لكم الحدث بهيا كما بدأ، سعيدا كما يختتم. بداية دعوني أرحب بزميلي يعقوب. مرحبا بك يعقوب. أهلا بك دكتورة وأهلا بمتابعي الفهرس، تلك النافذة التي نطلع عليها على المشاهدين لننقل لهم تفاصيل وأحداث المشاهد والأحداث التي تحدث في معرض مسقط الدولي للكتاب من فعاليات وغيرها وحفلات التوقيع. رغم يوم الختام وهو يوم حزين حيث الحدث الأبرز الثقافي الأبرز في مسقط سينتهي اليوم وسيختتم، هناك ارتياد وما زال زوار معرض مسقط الدولي للكتاب يتوافدون وبكثافة، والصور تتحدث من خلفي عن ذلك. ويوم الختام هو ليس نهاية وقت القراءة، فوقت القراءة ليس له وقت محدد وهو معرض مسقط الدولي للكتاب أو أي حدث ثقافي، وإنما هو حدث أو فعالية ينبغي أن تستمر وأن تغرس في الأجيال بشكل متواصل ليكون عندهم أو ينمى عندهم نهم القراءة وبشكل مستمر. نعم دكتورة. بالفعل يعقوب، الزوار يتوافدون، هم اليوم يريدون أن يأخذوا الخلاصة الأخيرة من المعرض لتبقى معهم طوال العام حتى العام القادم. وأرحب بزميلة انتصار. مساء الخير يا انتصار. مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام. الليلة يسدل الستار على مشهد ختامي النسخة 22 من معرض مسقط الدولي للكتاب، هذا المحفل الثقافي الذي جمع القراء بالكتاب وجمع القراء أيضا بالكتاب. نحن بدورنا في الفهرس نواصل تجوالنا معكم عبر الدقائق القادمة بإذن الله. شكرا لك انتصار، سنعود إليك لاحقا مشاهدينا. وفي حلقة الختام سنتوقف عند عدة مواضيع، سنقف عند فن النحت والفنان أحمد محمد الشبيبي ليحدثنا عن مشاركة النحاتين في معرض مسقط الدولي للكتاب، ثم سنتوقف عند إصدار كما البحر يمحو للكاتب والأديب عبد الله حبيب. عزيزة الطائي كذلك ستحدثنا عن تجربتها السردية، وختاما سيكون لنا لقاء مع سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام ليختتم لنا حديثا عن المعرض وفعالياته وما تم خلاله هذا العام. تابعونا. معرض مسقط الدولي للكتاب رحلة في مدينة النور، المدينة التي وفرت كل ما يحتاجه الزائر للمعرض، لم تترك له خيارا للمغادرة السريعة، حتى الذين انتهوا من شراء الكتب ضمتهم قاعات الندوات والأمسيات وزوايا الإنشاد وتواقيع الإصدارات وأركان المقاهي الخارجية، والنظر بود لهذا الصرح الجميل الذي تجملت بين زواياه جموع الحاضرين من مختلف الفئات المهتمة بتطوير الذات. يطوي المعرض اليوم آخر صفحة من حضوره البهيج والذي يعز علينا مغادرته. العلاقة الكونية مع المؤسسات والرابطة القلمية وصناعة الثقافة ومعاصرة الهم الثقافي والفكري، وكيف تكونت الثقافة الشعبية وهي المزيج بين مجموعات ثقافات متعددة. هذا الكاتب المهتم بالتراث والتاريخ والأدب قدم مادة ثرية تحكي كيف كانت مجالسة الملوك وهي الطقوس التقليدية في بلاط الحكام. الكتاب يضم صورا شاملة ومعرفة كيف كان الحكام يتخذون من مجالسهم مكانا للمشورة ومناقشة أمور الدولة.
وأنا مهتم بالتراث عامة، بالتراث العربي والتاريخ والأدب، ويعني رأيت أن هذه الزاوية في أدب الملوك لم تعطى حقها كفاية، زاوية المنادمة أو جالسة الملوك في التراث العربي والفارسي، فأحببت أن يكون الكتاب يتناول كتاب هذه الزاوية، ووجهته يعني كإهداء، صنعته كرسالة أدبية مثل ما كان الأدباء قديما يكتبون الرسائل الأدبية في أدب الملوك ويوجهونها كهدية إلى الحاكم أو إلى السلطان أو إلى الأمير، وأنا أيضا قلدت يعني الأسلوب القديم ووجهته كهدية إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس. الخط العربي هذا الخط الذي يأسرك عند رؤيته وانسيابيته وتمايله بطريقة تغري المشاهد على مواصلة اكتمال تلك الخطوط التي ارتسمت على الورق كموج البحر الذي أخذ راحته وهو يشكل أطوالا طولية وعرضية على صفحة الماء لتجذب هؤلاء الأطفال إليه برغبة في التعلم. كل ما نشعر أنه ممكن يبني شيء في هذا الدرب في هذا الطريق، بأنه فعلا نحلم أنه يكون عندنا مسرح عرائس متقدم بتكنيك عالي يعني يناقش قضايا مسرحية مهمة، يخرج من إطار اللي هو الإرشاد والتوجيه وفي الأطفال. مسرح العرائس والمهتمين بتطويره واستعراض معالجته لمختلف القضايا. بالنسبة لنا هذه الندوة هي تعميق للرؤى وهي بداية طريق ليكون عندنا مسرح عرائس متقدم. زاوية مسرح العرائس اللي مثل ما ذكرت وسادة ختام فن أصيل وفن شعبي وفن جماهيري، ربما نحن في قد نكون أيضا محتاجين إلى تأصيل هذا الفن بشكل أكثر والبحث عن رؤى جديدة وزوايا أيضا أخرى، مشاهد أيضا أخرى لفن العرائس. طريقته في استعراض كتبه وإصداراته، هذا الشاعر الذي يستوقف زوار المعرض للنظر إليه ومشاهدة ذلك الكتيب الذي استقر على رأسه. تختلف طرق الترويج للكتاب من دار لأخرى. هنا طبعا جناح اسمه دار الكنوز المعرفة، من الدور المتميزة وأيضا الدور المتابعة للمهرجان، وتحضر دائما في مهرجان الكتاب والمعرض في نفس الوقت، فهني أكثر من إصدار كدليل. هذه من ضمن الإصدارات التي قامت بها الدار، وهذا كذا أمثلة للدار اللي تقام بالدمة، دار كنوز المعرفة التعليمية اللي ما تقدمه في الاستعمان خلال وجودهم هنا، فهذا الشيء يشكرون عليه. أما بالنسبة لي فهذا الدار يعتبر الأول تعاملي مع الدار بعنوان ديوان الولاية العمانية، شعر شعبي صالح بن نايف صالح علوي أبو الخضر الرشيد. طبعا هذا الإصدار يكتوي على أكثر من 35 نص شعري، وتعرضت فيه لكل الولايات، كل المحافظات، كل المناطق، كل القرى، ذكرناها بطريقة أو بأخرى. ووصلنا للمحطة الأخيرة من اليوم الختامي لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وحركة الزوار في تزايد مستمر لاقتناء الأفضل والأجمل من المعرض. هنا التقينا بمسؤولين، بإعلاميين، بأدباء وكتاب وصحفيين ومسرحيين وزوار من عامة الناس. هنا وددنا ألا تنتهي الأيام ولا تتوقف أيام المعرض. كنت معكم أنا خديجة بنت سليمان الشحية. مشاهدينا، تجاورت الكتب هذا العام مع فنون مختلفة، مع فن الإنشاد والمسرح والأغاني الشعبية ومع الفنون التشكيلية ومنها فن النحت في مشهد تكاملي يضفي حقيقة يعني بهجة لزيارة المعرض. حول فن النحت وحضوره في المعرض وحضوره في السلطنة لدينا في الاستوديو النحات أحمد محمد الشبيبي. مرحبا بك معنا يا أحمد. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك أحمد.
أحمد، كانت لكم مشاركة في المعرض بمجموعة من المنحوتات، أنتم فرقة من صحار؟ من مخيم النحاتين في صحار. من مخيم النحاتين في صحار، وكانت لكم مجموعة أعمال عرضتموها في الردهة. إيه نعم. كيف تمت هذه المشاركة وما نوعية الأعمال التي عرضت؟ شكرا جزيلا لك. بداية هذه المشاركة احنا جدا سعيدين بهذا الحضور، ولأول مرة في معرض الكتاب، ومصادفة من حسن الحظ أن يكون معرض الكتاب مباشرة بعد بفعالية مخيم النحاتين. هذا الحضور طبعا بالنسبة لنا مهم كثير للتعريف بالنحت بشكل عام، بالنحاتين العمانيين والنحاتين الدوليين، وتعريف وتسويق لمخيم النحاتين الدولي. نعم. يعني أظن أنه عرض المعروضات هنا يعني أخرج النحت والفن التشكيلي من المعارض المتخصصة. بالعادة أنتم تعرضون في معارض متخصصة تخصكم وحدكم، هنا الزوار متنوعين، رواد المعرض متنوعين في اهتماماتهم في مستوياتهم، ربما يعني مر على المعرض متلقون ليسوا بالعادة هم نفسهم الذين يزورون المعارض الشخصية أو المعارض الفنية. بالفعل أنت هنا تعرض للجمهور بشكل عام، للعوائل، للأطفال، للمفكرين، للمثقفين بشكل عام. هذا الناس يعني قليل حضورهم في المعارض الخاصة بمجال الفنون، غالبا يتم الإعلان عن معرض في مجال الفنون، فالأغلب المجتمع اللي ما عنده هذا التوجه تحصله يعني ما يستهوي هذا الحضور، لكن لما يجي هنا ويشوف الأعمال حاضرة تحصل بالفعل احنا أطفال ورجال كبار في السن حتى حضروا وتفاجئوا يعني طريقة تحويل قطرة الرخام وقطرة الحجر بهذه الصور، بهذه الليونة، بهذه المواضيع المتنوعة المختلفة. طيب كيف وجدت تجاوب الناس؟ كيف مدى يعني إقبالهم على التعرف على هذه المنحوتات؟ الجميل أن اللي يحضر هنا أولاً كأنه أول مرة يشوف نحات عماني، كأنه أول مرة يشوف نحت. هذا طبعاً اللي احنا متعودين سابقاً في المعارض ان يجوا ناس عندهم خلفيه، هنا لا، اغلب الناس او اغلب الحضور ما عندهم خلفيه عن هذه المنحوتات، كيف تم تشكيلها، كيف تم صياغتها، عن مخيم النحاتين بشكل عام، رغم ان احنا قدمنا في مجموعه برامج تلفزيونيه الا انه لا زال هناك يعني تجاوب بسيط من او تعريف بسيط حاضر كان في المجتمع. طبعا احنا قبل نعرض الان يعني بعض من هذه المنحوتات التي عرضتموها في المعرض، وواضح ان الخامات المستخدمه مختلفه ومتنوعه. احمد، هذه المره والمره الماضيه طبعا احنا في النسخه الرابعه حاليا في مخيم النحاتين، بدينا بالنسخه الاولى والثانيه في نحت الرخام فقط، بعدين كان في مجموعه من النحاتين يطالبون بالمشاركه من خارج عمان من داخل عمان في مجال النحت على الخشب، وبالفعل في النسخة الثالثة احنا فتحنا هذا المجال وصار تسجيل من خارج السلطنة بشكل كبير ومن داخل السلطنة في هذا المجال، وبعضهم اللي يحب يألف بين خامة الرخام وخامة الخشب. نعم، ماذا عن عملك أنت الشخصي؟ على أي مادة تشتغل؟ أنا أشتغل في مجال الرخام، في مجال الخزف أيضا. طبعا أنا كنت منظم في مخيم النحاتين وقدمت عمل في يوم واحد تقريبا، لكن الحمد لله يعني نال إعجاب الحضور. يعني هو الرخام، العديد من النحاتين العمانيين يفضلون الرخام ويشتغلون عليه، هل مجال الخزف بنفس القبول لدى النحاتين؟ في مجال الخزف طبعا بشكل آخر، احنا هنا في عمان مجال الخزف المتعارف عليه أكثر الخزف تشكيل التراث، تشكيل الأواني والفخاريات كذا، تشكيل تقليدي بشكل عام، لكن فن الخزف المعاصر يعني عدد الخزافين بسيط جدا في عمان، يعني كاد لا يتجاوز 4-5-6 خزافين فقط، واحنا الحمد لله يعني نعتبر من ضمن الخزافين اللي شاركوا في مجموعة من المعارض، مجموعة من الملتقيات في مجال الخزف، حصلنا على مجموعة من الجوائز. طيب هل يعني العمل اللي تقدموه يعني يستلهم من الماضي والتراث ويحدثه أم يقدم شكلا جديدا كلية مختلفا؟ لأنه يعني الأعمال التراثية أعمال جميلة لكن وقفت عند حد معين، يعني حافظت على تقليديتها، فما الذي يضيفه فن الخزف إليه؟ جميل، هي خامة الخزف بالأساس هي روحها يعني خامة تراثية. احنا في اعمالنا غالبا ناخذ رموز من التراث العماني، ايقونات من التراث العماني، وندمجها مع كتله خزف تكون بهيئه معاصره، ما تكون من شغلات مالوفه جدا، وبالفعل يعني
من خلال مشاركة في مجموعة من المعارض في يعني استغراب يعني من ناحية هذا التكوين، حاجة يعني غير مألوفة في الأسواق، غير مألوفة في مجال الخزف. أغلب الناس تعرف أن الخزف مجرد جحلة، مجرد مجموعة من الأواني الفخارية. نعم، هل يعني تجد إقبال عند الناس لشراء مثل هذه المنحوتات الخزفية؟ أنتم تسوقون في أماكن مختلفة في مجال الرخام، في مجال الخزف. تسويق للفن بشكل عام في عمان يعتبر مقارنة باقي دول الخليج وباقي دول العالم يعتبر يعني بسيط جدا. طب حدثنا قليلا عن فريق فن صحار. فريق فن صحار عبارة عن مؤسسة فنية جمعية أهلية في صحار، طبعا نمارس فيها مجموعة من المجالات الفنية. معانا نحاتين، معانا خزافين، معانا مصورين فوتوغرافيين، معانا في مجال الرسم رسامين، معانا في مجال حتى المشغولات اليدوية النسائية موجودة مجموعة من الفنانات يشاركون، ونقيم مجموعة من الورش والبرامج على مدار السنة، سواء في ركن فن صحار في مؤسسة فن صحار أو خارج المؤسسة على مستوى السلطنة وخارج السلطنة، حتى لنا مشاركات حاضرة. هدفنا طبعا الترويج للفن وتعريف الفنان العماني وتسويق لأعماله، إقامة ورش وبرامج ثقافية في مجال الفن بشكل عام، إقامة مجموعة من الدروس في الجامعات والكليات والأماكن الأكاديمية. طيب أنا كان بدي أن تخبرني إذا كنتم يعني بعد المعرض ستنتهجون منهجا جديدا في يعني طريقة عرضكم لهذه المعروضات بالخروج منها إلى يعني أماكن مفتوحة للناس، هل هنالك نية لفعل ذلك؟ إحنا في كل نسخة من مخيم النحاتين تجينا مجموعة من العروض سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. العروض المحلية بعض الفنادق وبعض المتنزهات يحبون يكون فيها مجموعة من التحف الميدانية خصوصا الضخمة على ارتفاع 2 متر 3 متر. نعم. على مستوى الدولي يحبوا تكون فن عمان النحت العماني حاضر في مجموعة الفعاليات، والحمد لله في نحاتين. علي نوقفك أحمد، يجب أن نتوقف لأننا سنذهب إلى هذا الفاصل لعبد الموجز. السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء، أهلا بكم. الإعلان عن بدء التسجيل للنسخة 6 من جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. إسدال الستار على فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب وسط إقبال جماهيري واسع. الهيئة العامة للصناعات الحرفية تحتفل بيوم الحرفي العماني وتكرم الفائزين بمسابقة مجلس الحرف العالمي. تحت شعار نحو تسوق إلكتروني آمن، السلطنة تشارك دول مجلس التعاون الاحتفال بأسبوع المستهلك الخليجي. بأكثر من 220 مليون دولار التوقيع على عقد تمويل لشراء ناقلات مواد نفطية جديدة للشركة العمانية للنقل البحري. مقتل أكثر من 10 مدنيين جراء غارات استهدفت سوقا في محافظة حماه وسط سوريا. والأمم المتحدة تحذر من هجوم بأسلحة كيميائية في الموصل يرقى لجريمة حرب وتدعو إلى إجراء تحقيق شامل. نهاية العناوين، نلتقيكم في تمام 10 مساء في نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ونعود إلى ضيفنا حول النحت النحات أحمد شبيبي. أحمد، دعنا نستكمل الحديث، وأنت يعني من المنظمين لمخيم النحاتين، تحدثنا قليلا عن هذا المخيم وما هي اشتغالاته. مخيم النحاتين عبارة عن معسكر مغلق لمجموعة من الفنانين من داخل ومن خارج السلطنة، حضور عالمي الحمد لله في هذه النسخة الأخيرة، في نفس مقلع الرخام، المكان المتواجد في الرخام بشكل كبير بألوان مختلفة من الصخور. من الذي ينظمه عفوا؟ تنظمه خمس حار، فرقة خمس حار. حاليا احنا وصلنا للنسخة الرابعة. نعم. المخيم طبعا خلال هذا المخيم بيكون فيه ورش فنية، كل فنان يشتغل على منحوت، ينتج منحوته على مقاس يمكن 70 سنتيمتر أو ما لا يقل عن 50 سنتيمتر. في هذا المخيم تكون في مجموعة برامج الثقافية أيضا والفنون الشعبية العمانية، وتعريف أيضا بالسياحة في عمان، لأن يكون في برامج سياحية للمشاركين قبل المخيم، قبل انطلاق المخيم وفي أو بعد، أحيانا بعد المخيم يكون في برنامج سياحي داخل السلطنة للحاضرين من خارج السلطنة وحتى من داخل السلطنة. نتاجات هذا المخيم احنا في النسخة الرابعة حاليا ما لا يقل عن 90 أو 100 منحوتة حاليا معانا كرصيد. بإذن الله طموحنا يكون في معرض مستقل لمجال النحت، حتى لو وصل أن يكون متحف للنحت المعاصر يكون في سلطنة عمان بإذن الله. هو سنويا يقام في السلطنة؟ سنويا في سلطنة عمان. هذا طيب. من الفعاليات الثقافية المهمة في سلطنة عمان بشكل عام وفي صحاب بشكل خاص. نعم. طيب دعني يعني أسألك، بما أن هنالك مشاركة من نحاتين من خارج السلطنة يعني عرب وعالميين، هل وجدت أن يعني تجوالهم في السلطنة، تعرفهم على بيئة وثقافة السلطنة والمواد الخام الموجودة فيها التي تتميز بها، انعكس ذلك على أعمالهم، استلهموها يعني استوحوا من هذا من هذه البيئة في أعمالهم؟ بالفعل هي الجبال في سلطنة عمان بروحها إلهام للفنان، خصوصا النحات العالمي والعماني. الصخور ألوانها، أغلب الناس تعتقد أن النحل الرخام فقط موجود في مثل إيطاليا بأنواع المختلفة ومثل باقي الدول الأفريقية موجود، ما عندهم فكرة عن الرخام العماني بشكل عام، خصوصا الفنانين طبعا اللي شغالين في الرخام بشكل بالتجاري بشكل تجاري عندهم فكرة، لكن النحاتين والفنانين العالميين والمحليين حتى ما عندهم فكرة عن الألوان وعن الصخور، أنواع الصخور الموجودة في سلطنة عمان. النحات العالمي مجموعة منهم استلهم موضوعاته من التعايش السلمي في سلطنة عمان، من ألوان الجبال، من أشكال الجبال، من أشكال الزي حتى العماني بعضهم، بعضهم خذ من الثقافة في سلطنة عمان. احنا نختار مجموعة من المواضيع سنويا ولكن ما تكون إجبارية، بعضهم ياخذ بالفعل مثل ما ذكرت يستوحي من البيئة المحيطة به، البيئة المحيطة بسلطة عمان. نحت أحمد شبيبي، شكرا على الإيضاحات التي قدمتها لنا، ونأمل أن نرى المعرض قريبا إن شاء الله لعرض هذه المعروضات. إن شاء الله، شكرا جزيلا، نتمنى بالفعل نكون حاضرين إن شاء الله في النسخ القادمة لمعرض الكتاب، ويكون لي حضور في مجال الفن بشكل عام، تكون في زوايا مختلفة في مجال الفن، مش النحت فقط، رسم، تصوير، الخزف وغير من المجالات. نعم. شكرا لك يا أحمد. شكرا جزيلا لك دكتور حسن. مشاهدينا متواصلين معكم، نبقى الآن مع الزميل يعقوب. متابعي الفهرس، كما تشاهد من خلال الكاميرات التي ترصد أحداث معرض مسقط الدولي الثاني والعشرين، في الساعة الأخيرة تحديدا وقبل إغلاق أبواب المعرض في هذه النسخة، ما زال الحراك نشط والتسوق وشراء الكتب واغتنام آخر اللحظات من هذه الدورة للكتاب هنا في مسقط. وفي هذه السانحة أستضيف الكاتب الكويتي صلاح الجيماز، استشاري في السلوك الاستهلاكي. أهلا بك أستاذ صلاح. الله يطول بعمرك، أنا تشرفت اليوم بتواجدي معكم في هذا المعرض. الحقيقة هو يعني معلم وليس معرض، يعني بحجمه بأدائه بكثافة الحضور والمعلومة والمضمون، والحقيقة احنا متشرفين في هذا التواجد. بلدك هذا أكيد. الله يطول بعمرك أستاذ صلاح. ونحن نعيش أيام ثقافية في معرض مسقط الدولي للكتاب، هناك أناس
تشتري الكتب وأنت مختص في السلوك الاستهلاكي بالضبط، كيف يقيم الاستهلاك أو السلوك الاستهلاكي في شراء الكتب؟ الحقيقة هو اليوم مثل ما شايف الكثافة إقبال المستهلكين على الكتاب، ولكن يحزنني أحيانا لما أرى الكتاب يقيم بوزنه أو بعدد صفحاته وليس بالمضمون. وكذلك بالجانب الآخر للكتاب الشباب، الآن هناك مثل طفرة في كتاب الشباب، بعضهم يلجأ الكتاب للشهرة أو للربح المادي، فأنا أقول من قناتكم الكريمة لا يوجد ربح مادي في الكتاب، هو ممكن يصل بك إلى باب الثراء ولكن لن يجعلك ثري، فيجب أن يعني تكون مادتك غنية وثرية تضيف للقارئ. يعني لا تنظر أن اليوم هي شهرة وأنا راح أكون كاتب وصورتي على الكتاب، أبداً ما راح تصل فيك إلى الثراء، وهذه عن تجربة وعن دراسة كذلك. إذن هي ما هي مواصفات الكتاب المميز أو الناجح؟ الكتاب الذي يضيف المعلومة ويقدم إضافة نفسية مادية اجتماعية أسرية للقارئ. اليوم أنا أحتاج أن أقرأ بالاقتصاد، فأقرأ بالاقتصاد في كتب تتعلق في هذا الموضوع وتضيف لي. يعني إذا كان الكتاب مثلا على سبيل المثال سعره 5 ريال، فأنت تقول لي غالي، أقول لك على أي أساس؟ ما الكتاب هذا 5 ريال ممكن تغير حياتك ماديا ونفسيا واجتماعيا، ممكن تزيد دخلك يعني آلاف الريالات. فاليوم التقييمي للكتاب الممتاز هو ما يضيف لك ونوعية الإضافة. إذن اللي هي ليست القيمة المادية للكتاب وإنما مضمون الكتاب. أبدا، ولكن أنا ما أحبذ ولا أشجع الناس اللي تشتري لمجرد الشراء، هذه لا ما أيدها، ولكن أن الكتاب أشتريه بسبب وزنه أو شخص مشهور أبدا هذه كذلك ما أنصح فيها، إنما ماذا يضيف لك. يعني أكو ناس تدخل المعرض ما تعرف إيش حاجتها من الكتب، وهذا أيضا كذلك سلبي. في هذه الدورة، دورة مسقط، معرض مسقط دول الكتاب في الدورة 22، لك كتابين موجودين، استراتيجيات البيع الذكي، من تستهدف في هذا الكتاب؟ الحقيقة أنا اكتشفت أن أغلب أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب، وكذلك أنا يعني تقدمت للجنة الوطنية للشباب هنا، أغلب الشباب اليوم يحبون يكون عندهم مشاريع حرة، ولكن الإشكالية الرئيسية اللي واجهتها معهم أنهم ما يعرفوا كيف يبيعوا. فهناك قاعدة، إذا لا تستطيع أن تبيع فأنت لا تملك مشروع. فعملت كتيب صغير يحدد ويغنن آليات البيع للشباب ويوضح لهم أساليب البيع كيف تبيع. يعني إذا ما في بيع ما في شركة، لا 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 تعمل مشروع وأنت ما تعرف كيف تبيع أو أن أنت خجول، وهذه أمر خطير صراحة. في هذا الوقت يستغل كثير من الشباب وخاصة الكتاب الشباب منهم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتسويق لكتبهم، وهو ما يسوق الكتاب ويحقق مبيعات كبيرة في هذا الوقت. هل يدخل هذا النظام من نوع التسويق الناجح للكتاب والعائد الذي يجنى بعد ذلك؟ ما في شك اليوم السوشيال ميديا أو الديجيتال ماركتينج، التسويق الإلكتروني، هذا من أخطر أدوات اليوم التسويق لكل مشاريع الدنيا الآن أصبحت. فيجب أن تكون مسوق ذكي لكي يصل لك العميل. فأنت ماذا تقول؟ من تستهدف؟ متى تقول؟ وكيف تصل له؟ هذه الله أعطاها للشباب. اليوم إحنا شباب محظوظين لأن التكنولوجيا رخيصة متوفرة، جعلت فتحت أبواب للشباب ينتشروا بالكرة الأرضية كلها. أستاذ صلاح، سؤالي الأخير هو نحو في يوم الختام وسيصدر الستار بعد دقائق على هذه النسخة في مسقط، كيف وجدت النسخة في مكانها الجديد وفي زمانها الجديد؟ والله أنا في يعني بكلامك هذا يجب أن أقول ألف مبروك لعمان هذا المعرض، وإن شاء الله يعني إحنا مثل ما توقعنا وأكثر، لأن أنت دائما يكون عندك توقع وتصور وتكون أسعد لما ترى شيء أفضل. أما بما يعني يتعلق في الكتب، أنتوا رفعتوا المعنويات وجعلتوا معدل تفاؤل عالي لدى الكتاب ودور النشر، والكتب القادمة أنا متأكد كلها تتطلع لمعرض مسقط للكتاب. وإحنا بدورنا نشكرك أستاذ صلاح الجماز، وشاكرين لك هذه الوقفة وهذه الدقائق القصيرة من وقتك، ونتمنى لك إقامة طيبة في السلطنة. وبعد هذه الدقائق نعود إليكم الاستوديو، دكتورة لك الكلمة.
شكرا لك يا يعقوب. مشاهدينا في الاستوديو لدي هنا ضيف عزيز، كاتب وشاعر واديب وناقد سينمائي، وله يعني العديد من النتاجات الادبيه والفنيه. عبد الله حبيب، مرحبا بك معنا يا عبد الله. شكرا جزيلا دكتور الاستضافة، الله يخليك. عبد الله، طبعا انا لا استطيع ان اسرد نتاجاتك كلها، يعني ساذكر اخر ثلاثه منهم: انامل زغبة على عزله الشاهده، وقنديل بعيد عن الشمس، والفراغ الذي سيلي. طبعا يعني كتبت في الشعر وكتبت في النقد ولك إنتاجات سينمائية وكتبت في فن الرسائل وفي مواضيع عديدة. نتوقف عند إصدارك الأخير عبد الله، والذي يعني يتوفر هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب. الحقيقة يعني أنا لم أطلع على كل المقاطع فيه، لكن على بعضها، يعني على بعض ما جاء فيه، وتذكرت وأنا يعني أمر عليه يعني مقالة نقدية كتبت عنه، ختمها الناقد بحديث يقول أن أكثر ما يميز عبد الله هو هذا الوفاء للذاكرة والقرية وللطفولة وللأصدقاء. هذه الجملة استوقفتني، لأني شعرت وأنا أقرأ هذا الكتاب ومقاطع منه كل هذا الوفاء دفعة واحدة في هذا الكتاب. هي المسألة مرتبطة بأنه بداية علاقتي بالكتابة ارتأيت أن أكون كاتبا أوتوبيوغرافيا، بمعنى أن الكتابة بالتأكيد يدخل فيها التخييل ويدخل فيها التقنيات الأخرى، ولكن وربما أنا لم أشأ ذلك يعني، ولكن وجدت نفسي أمارس الكتابة كمن يعيش في كتابته. فتجدي في أعمالي إنه الذات تنطلق من الموضوع، وأحيانا الموضوع ينعكس على الذات، فبيني وبين العالم الموضوعي هذا الجدل. يعني أنا لا أستطيع أن أكتب بصورة تجريدية، لابد أن يكون هناك شيء في حياتي في ذاكرتي. وأود القول أن حتى هذه المسألة يعني تجاوزت الذاتية لتصل إلى الحدود التي يمكن أن نسميها شخصية تماما، ولكن في إطار طبعا أدبي. فما أسميته أنت بالوفاء، وشكرا لهذه يعني الصفة التي صرنا نفتقدها في هذا الزمان، هو أنا أشعر أنه جزء تقريبا بيولوجي مني، يعني تقريبا، بما أن الكتابة هي جسد أيضا على رأي رولان بارت وآخرين، يعني فهو شيء وفاء لنفسي ربما ولذاكرتي أكثر مما أتعمد أن أكون أو أتظاهر أو أظهر وفيا أمام الآخرين. لعلي أجبتك يعني. نعم طبعا عبد الله، الكتاب يحوي يعني موضوعات مختلفة، هنالك استلهامات من الطفولة والذاكرة، هنالك نصوص في الحب، هنالك حديث عن بعض الأصدقاء. يعني دعنا نتوقف عند العنوان أولا: كما البحر يمحو. دلالات هذا العنوان ولما اخترته؟ الدلالات في بطن البحر. أنا يعني ماذا تريد أن تمحو؟ لا يعني يا ريت الواحد يمحي وجوده كله يعني لو أمكن. لا أنا يعني البحر علاقتي به بدأت منذ الطفولة، لأن أنا ولدت في قرية بحرية اسمها مجد الصغرى، وموجودة في كتابتي بكثرة. كالعادة دائما تتواجد في كتابك. أيوة، فهي في كتابك الأخير موجودة. نعم، فهي يعني ولدت على بعد أمتار من البحر في الواقع، فالبحر التصق بذاكرتي وكذا. ثم أنه على مع تقدم الوعي وكذا البحر بدأ مرة أخرى هذا التعارق بيني وبين صفات البحر وما اصطبغت به من صفات على مر الوقت، فوجدت بعض التشابه. و يعني صالحها وطالحها، يعني الصالح والطالح، ليس البحر كله زرقة، والبحر أيضا موت وعواصف وغربة ومهاجر ومنافي وإلى آخره. بصورة من الصور صار تواشج بيني وبين البحر، وهذا ليس أول كتاب لي يحتل البحر جزء من عنوانه. أنا في الحقيقة إصداري الثالث، لا والله الثاني، قشة البحر يعني كان، وكان بزرقة البحر أظن، أو حتى الغلاف كان بزرقة البحر، كان غلاف أزرق بالكامل. بالضبط بالضبط بالضبط. فالبحر يمحو، طبعا البحر يمحو بطبعه، لكن أيضا البحر له ذاكرة. يعني هو هذا الإشكالية في البحر، أنه بقدر ما يمحو بقدر ما هو يؤسس لذاكرة في المحو نفسه، وهذه أنا مشكلتي الشخصية في العالم. يعني أنا لا أستطيع أن أنسى رغم أني أتجاوز، وقد تكون يعني قد يكون شرح تفصيلي لهذه العلاقة بهذا المعنى البراغماتي يعني شوي صعب. أعتقد أن النصوص نفسها ستجيب عن هذا السؤال بصورة أفضل. يعني إذا دعنا نتوقف عند بعض هذه النصوص عبد الله، إذا تختار لنا شيئا منها. طيب
أنا مؤخرا كنت في زيارة حنينية لقريتي لمجد الصغرى، ولا زلت يعني مخضبا بآثارها، فأود أن أقرأ نصا عن مجد الصغرى عن قريتي بعنوان ضلع ثالث لمجد الصغرى. مقاطع منه حسب الوقت، حين تشاءين أتوقف قولي لي. تقرأ الكتاب كاملا إذا كان عليك. لا لا لا. هذا أفضل الغرق على ذلك، يعني ما دمنا نحكي عن البحر. ضلع ثالث لمجد الصغرى. واحد كان يا ما كان في حاضر الأوقات والأزمان، أنه لم يجد في الساقية ما يكفي من حنان، ثم تطوح في الأمصار والبلدان. اثنان لم أعد أراك إلا حين يحدث موت، أتهجاك كمن يتعلم السهو، أزورك كما يفعل اللصوص، يا خطيبة الماء يا أرملة الشاطئ، ضاعت الأماكن كلها، باعتني المدن، خذلني الرفاق، صدأت الأسلحة وجاءني الرحيل. ثلاثة أبكي وأنا أسمع انتحاب أيتامك، حين أستمع إلى المعزوفات الشجية الحزينة التي تؤديها حبيبتي، تهدمت جدران الغرفة لفرط الموسيقى، ووصلنا إلى المقبرة وأنت مترعة في السديم، سديم مفتوح على الوقت، وقت ضالع في السراب، سراب يتيم في البئر، بكاء يبحث عن حضن، لم يبق في موسيقى حبيبتي سوى الختام، ولا شيء غير الحب، ولا شيء غير الفقد. أربعة وليكن هذا الأخير، أحبك مثل روح في عنق حمامة. الختام الجميل هذا جدا رائع. ولاحظت في اللغة أنك في المدخل تستلهم يعني جوا يعني في الحكي، جوا تراثيا في الحكي، وتنتقل قليلا 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 يعني لأسلوب آخر تماما يعني. يعني نحن منذ طفولة، نحن في صبانا لم تكن جداتنا تقول كان يا ما كان، لكن يقول شيء شبيه يعني بهذا ليبدأ السرد، ذريعة السرد. فأردت أن يكون هذا المقطع ذريعة لسردي في مجز، أو سرد مجز في أنا يعني، هو نص طويل. فبدأ مثل ما كما ذكرت يعني هي بداية تراثية يعني، ولكن النص حديث. حديث جدا. دعني أسألك عن قريتك وعلاقتك الدائمة بها، هذه العلاقة يعني الحاضرة في معظم نصوصك، يعني أنت قلت الكثير ربما وعبرت عن هذه العلاقة عبر نصوص مختلفة، لأنها علاقة شائكة متنوعة. كيف تصف هذه العلاقة بالقرية؟ كيف أصف ما حدث؟ بالمناسبة أنا لم أعش في مجد الصغرى كثيرا حقيقة. في الزيارة الأخيرة توصلنا إلى حسبة يعني بالكاد سنوات قليلة، وأنا فعلاً معظم حياتي عشت خارج مجز. حتى أنه حد قال عنك يعني عبد الله حبيب من مجز الصغرى وليس في مجز الصغرى. بالضبط، يعني لم أعش فيها فيزيقياً مادياً كثيراً، ومع ذلك علقت في الذاكرة. علقت في الذاكرة لأسباب عديدة، لأنه هناك الإشكال في أنه كان هناك نوع من أنواع الحاجز. أنا ذكرته باستفاضة شديدة في حوار مع الأخ سليمان المعمري، أنه بسبب وضعية اجتماعية معينة أنا أنتمي إليها، كان هناك حاجز بيني وبين القاع الاجتماعي الذي أنا أحسست بالانتماء له أكثر مما أحسست بالانتماء لوضع الاجتماعي. فبدأت علاقة يعني جدلية وإشكالية منذ البداية. لهجتي مثلا، لهجتي ليست لهجة مجازية، أنا أخذت لهجة أمي، وأمي من صحار، بينما القرية تحكي لهجة أهل صحم. فكل هذه الإرباكات شكلت علاقة معقدة بالقرية، يعني فيها يعني أنا لا أريد أن أرمس مجد الصغرى، هي مكان للشقاء أيضا والظنى والفقد والهجر والغياب ولكن من يعني على الطريقة البودليرية، يعني لما رأى الحصان ميتا وعليه الذباب والحشرات جاءته فكرة مجموعة أزهار الشر. فليست مجز وردة بالكامل، هي وردة ذات أشواك كثيرة. يعني هل تحاول أن تؤكد انتمائك لها رغم بعدك عنها في كل هذه النصوص؟ هل تحاول أن ترسخ هذا الانتماء على رغم العلاقة الشائكة والجدلية وربما صدامية أحيانا في بعض؟ بالتأكيد نعم، عبر الكتابة. أنا أعتقد أن الكتابة هي حياة موازية،
هي معادل موضوعي للحياة، يعني كيف نكتب حياتنا الفعلية أوتوبيوغرافيا لكن بطريقة أدبية. أظن ممكن هذا يكون مدخل لعلاقتنا. هذا حوار سريع وهناك محاور عديدة في علاقة المجلس الصغرى، وخاصة في زيارتي الأخيرة استذكرت أشياء واسترجعت أشياء وجالس الآن أكتب عنها، وأضاءت لي في الواقع. أنا بنفسي ما كنت متوقع بعض أنها تنفجر ذاكرتي بهاي الصورة، أشياء بالفعل أنا كنت نسيتها وذكرتها في هذه الزيارة الأخيرة فقط. نتوقف عند النص قصير جدا من اختيارك عبد الله قبل أن نختم هذا اللقاء. نص من اعتباطا يعني؟ كيفما تشاء. طيب، طيب، نص بعنوان التي تحبك كثيرا. المرأة التي تحبك كثيرا، المرأة التي تمسد ظهرها بأصابعك طبعا طمعا ثمة شيء، طبعا طمعا في ثمة شيء أكبر بعد قليل، وهي مبتسمة ورأسها يتضوع على صدرك، ثم تكشف بعد قليل، ثم تكتشف بعد قليل أنها نامت. هذه المرأة تحبك كثيرا. ونتوقف عند الحب عبد الله حبيب، وشكرا لك، شكرا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لاستضافتي، الله يخليك. شكرا. مشاهدينا متواصلين معكم، نبقى الآن مع الزميلة انتصار. مرحبا يا انتصار. مرحبا ميا. أهلا مشاهدينا الكرام. هي متمسكة بالثقافة والهوية الفلسطينية العربية، تقف شامخة ناشرة ثقافة الحوار والأدب، حريصة على المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب سنويا. تأتينا من القدس دار الجندي، وضيفي الروائي وصاحب الدار سمير الجندي. أهلا ومرحبا بك سمير. أهلا بكم، شكرا لك، وأنا يعني أحييكم وأحيي القائمين على هذا البرنامج الجميل الرائع. ونحن في الختام، جميل هذه المشاركة والحرص أيضا من قبل دار الجندي على المشاركة سنويا. ونحن في الختام، كيف وجدت معرض مسقط الدولي للكتاب؟ يعني معرض مسقط الدولي للكتاب في هذا العام يعني لبس حلة جديدة وحلة قشيبة بهذا المكان الرائع، المكان المجهز بكل تفاصيل المعارض الحديثة. أنا وجدت إنه هذا المعرض السنة هاي يعني معرض كتير رائع، من ناحية تجهيز، من ناحية استعدادات، من ناحية مواقف سيارات، من ناحية التقنيات. يعني أنا شفته إنه يعني يتميز عن المعارض من ناحية المكان، ومن ناحية عدد دور النشر الموجودة، وعدد الدول أيضا المشاركة. ونحن في الختام أيضا، كيف وجدت إقبال القارئ على الكتب؟ بصراحة معرض مسقط، أنا طول الوقت بحكي إنه معرض حقيقي، يعني هو ليس معرضا وهميا، إنما هو معرض حقيقي. يعني عندما أرى أسرة كاملة، يعني أم وبناتها وأولادها وأب معهم، بيجوا على دار النشر ويختاروا كتبهم، ويختاروا الأم والأب بيساعدوا فيهم، أنا كتير هذا أثلج صدري. مش مرة ومرتين وثلاثة أنا يعني صادفت هذه الأمور، لكن أنا لاحظتها كتير في المجتمع العماني، يعني لاحظتها وكتير أنا سعيد بهذا الأمر. المعرض كان في عنده عليه إقبال شديد، والإقبال أيضا من الطلبة في الصباح، طالبات وطلاب. لكن في ملاحظة على هاي النقطة، إذا إحنا يعني بيجيز لنا أنه نحكي أمر، لاحظت أنه الطلاب والطالبات اللي بيجوا لهم ما في عندهم خطة، يعني بيجوا بشكل عشوائي، وهذا أمر يعني لازم ينتبهوا له. أن المعلم لما يجي لهم، أنا كنت أسأل الطلاب والطالبات، أسألهم لما يوقفوا أمامي، اللي معاه قلم ورقة أنا راح أعطيه كتاب مجاني، تخيلي أنا ما خسرتش ولا كتاب. كيف يجب أن يختار القارئ كتابه في اعتقادك؟ يعني أنا بشوف إنه الكتاب اللي لازم نختاره يكون فيه رسالة، يعني كتاب ما فيه رسالة لا يصلح أصلاً للنشر. فالكتاب لازم يكون يعبر عن فلسفة يعني هو يؤمن بها، يعبر عن فلسفة المجتمع يؤمن بها، يعبر عن يعني بناء لثقافته، يعني يبني لبنة. كل كتاب بيحط لبنة من لبنات الثقافة في نفس الإنسان اللي القارئ. فأنا بشوف إنه الكتاب يعني اللي في
في كثير في احيانا كتب، هذه الكتب احيانا تكون عبثيه، هذه الكتب ما بشوف انه هي بتفيد، بالعكس بتضر، لانه انا بهمني ان ازرع في نفس الطالب والطفل بشكل خاص عاده القراءه، لانه القراءه هي عاده، اذا احنا بدانا معه بشيء بشعر انه هو استفاد ونمت الثقافه في نفسه هو يستمر، اما اذا شفته مسك كتاب عبثي فهو لا سيقف عن القراءة ولن يستمر فيها. شكرا جزيلا لك الأستاذ سمير الجندي، شكرا لك وشكرا على حرصك للمشاركة في معرض مسقط الدولي. العفو، أنا بتشرف فيكم، شكرا. جميل مشاهدينا هذا الحرص على المشاركة من قبل دور النشر ومن القدس بالتحديد. نعود الآن إلى الاستوديو مع الزميلة مية الحبسية، إليك مية. شكرا لك يا انتصار. ومشاهدينا نعود إلى لقاءاتنا في الاستوديو ومعي الكاتبة والناقدة عزيزة الطائي لتحدثنا عن نتاجها السردي وكتابها الأخير، والكتاب الذي يعني يلم ويحتوي إنتاج الراحل الأديب عبد الله الطائي. مرحبا بك معنا عزيزة. أهلا يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. عزيزة، كتبتي في الرواية وكتبتي في القصص القصيرة جدا جدا، كان كتابك في ظلال العزلة، هو كتاب في القصص القصيرة جدا، يعني طرقتي فنا صعبا، يعني فنا ليس بالسهل وفنا يعني حداثيا، هل من الكافي أن يعني ينتقي الكاتب فنا حداثيا قالبا حداثيا ليكون فعلا تجديديا في كتاباته؟ طبعا أنا اتخذت كتابة القصة القصيرة جدا، اتخذتها لأني أنا أحب هذا المجال من القص، أحبه لأنني أرى يعني أرى فيه بأنني بإمكاني أن أعبر عن لقطات حياتية من خلال هذه الومضات، وبإمكاني أن أبث رسالة، يعني هذا رسالة مجتمعية أو رسالة مثلا اجتماعية أو رسالة سياسية أو اقتصادية، يعني كأنني أتعايش مع الأحداث اليومية التي تسبر أهوار الذات الإنسانية في المجتمع والذات العربية والذات العالمية الإنسانية كذلك. عزيزة، يعني الوسط الثقافي عرفك ناقدة، يعني عرفك ناقدة تتناولين الإبداعات الأدبية بالتحليل، وقد بدأت بالنشر مؤخرا فقط، يعني كيف أثر يعني عملك كناقدة في مدى وعيك وأنت تكتبين على الأقل القصص هذه وروايتك مثلا أرض الغياب، كيف كان الناقد حاضرا مقابل الأديب والكاتب؟ يعني أعتقد بأن الكاتب ينسى نفسه ويعيش عوالمه، يعني ربما هذا ما حدث لي، يعني أنا عندما بدأت بكتابة أرض الغياب كنت أنسى نفسي، أنسى النظريات النقدية، أنسى كل شيء، ولكن بالتأكيد يعني مع التعمق في القراءات النقدية، مع القراءات، مع رؤية الناقد، تكون هناك بعض يعني بعض الالتفاتات التي ربما أثناء الكتابة أنا أراعي نفسي فيها، ولكن أنا عندما أكتب أنسى كل ما يتعلق بقراءاتي، أعيش أجواء الشخصيات، أعيش أجواء الثيم التي أكتب عنها، وكأنني أنا جزء لا يتجزأ من هذه الشخصية التي أكتب عنها. وأرض الغياب هي تجربتي الروائية الأولى، يعني ولذلك يعني أنا حتى عندما بدأت بكتابتها لم أكن متعمقة، لم تكن لديك الخبرة، قلمك لم يكن لديه الخبرة في الكتابة، نعم، في حتى في النظريات السردية، نعم، لأنني أنا حتى في الماجستير كانت دراستي عن الشعر، يعني في النظريات النقدية التي تخدم أسس الشعر المعاصر، ولكن حاولت أنا قدر الإمكان أن أتخلى بكل ما عندي من معرفة أن أعيش أجواء العمل السردي الذي أعده.
كيف تقيمين الآن يعني هذه الأعمال التي قدمتيها ككاتبة؟ تحاول أن تشق يعني طريقا ليس سهلا، طريقا جدا صعبا يعني، وكناقدة لديك خبرة جيدة إلى الآن يعني في مجال النقد الأدبي. أولا شكرا على يعني هذا الثناء ورأيك الذي أعتز به أخت مية، لكن طبعا أي عمل لابد له من يعني جوانب قوة وجوانب ضعف، ونحن علينا أن يعني أثناء النشر لا نستعجل، لأننا نريد أو أثناء الكتابة نكتب بتمهل، نكتب بتمعن، نكتب باقتدار حتى نستطيع أن نطور من هذا العمل. طبعا سواء كان في الرواية التي كتبتها، ولأنك أنت تسألينني عن الأعمال الإبداعية التي أنا كتبتها، سواء كان الرواية أو يعني هذا مجموعتي القصصيتين للقصص القصيرة جدا ظلال العزلة وموج خارج البحر، أنا أحاول قدر الإمكان الآن أن أطور من خلال ما أفهمه من يعني خصائص فنية تتعلق بهذين النوعين السرديين. إذن نذهب إلى مؤلفاتك الأخرى خارج يعني المؤلفات الإبداعية، ولكن حاليا في معرض مسقط الدولي كتاب جديد؟ نعم، لدي كتاب، طبعا هذا الكتاب هو مهارات للتواصل الوظيفي في اللغة العربية، وهو حصاد تجربة سواء تجربة في التعليم العام أو تجربة في تدريسي الجامعي. يعني أنا هذا الكتاب شبه أعددته عندما كنت أدرس طلبة الجامعة في مهارات التواصل الوظيفي، وبدأت طبعا هو يتكون من عدة فصول، من 6 فصول، كل فصل يخدمه يعني ملحق تطبيقي، وهذا الملحق سعيت بأن أوظف الأدب العماني المعاصر يعني وجوه عمانية شابة كتبت في الشعر، كتبت في القصة، كتبت في كتابات الذات اللي هي السيرة أو ومحكي الطفولة واليوميات. يعني حاولت من خلاله أن أبرز الجانب التطبيقي من خلال الكتاب العمانيين طبعا، وغير غافلة هناك في بعض الأنشطة بها فيها من الأدب العالمي، فيها من الأدب العربي، لأن كانت أمنيتي وأنا أعد هذا الكتاب وأجمع بعض الأوراق التي كنت أعدها سواء يعني هذا للتدريس الجامعي أو لإعداد المناهج العمانية، من خلالها حاولت أن أقدم بأسلوب ميسر كيفية تحليل النص الأدبي. إذن هو كتاب تربوي؟ نعم نعم، هو كتاب تربوي، هو كتاب حصاد تجربتي أنا الخاصة التربوية. نعم، طيب يعني تعطينا كذا يعني لمحة سريعة، رأي سريع، عن بما أنك اشتغلت في المجال طويلا يعني، عن تدريس اللغة العربية في مدارسنا، يعني ما الذي نفتقده حقيقة؟ ما الذي ينقصنا برغم أنه يعني هنالك مؤخرا دخلت بعض النصوص من التراث ونصوص يعني تدرس لكتاب وقاصين عمانيين؟ نجد أن المستويات تتفاوت، وأحيانا نقول أن لدينا ضعف في مستويات اللغة العربية في المدارس. طبعا أنا هذا الكتاب يعني كان هدفي من إخراجه أن يكون في كل بيت عماني. يعني أنت سألتيني هذا السؤال وهذا السؤال جميل، هذا هو الهدف الأول لي أنني أصدرت هذا الكتاب. أما الهدف الثاني طبعا أو يعني تعقيبا على سؤالك دكتورة مية، بأن تدريس اللغة العربية نحن نعاني مشكلة هوية، يعني هذا يريد حديث طويل مطول. يعني أنت سألتيني سؤال
كبير للأسف وقت البرنامج لا يتسع لذلك. دعينا نتوقف هنا أستاذ عزيز الطائية، شكرا جزيلا لوجودك معنا، شكرا على المعلومات التي قدمتيها عن كتبك ومسيرتك السردية، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا. مشاهدينا متواصلين معكم، نذهب الآن إلى لقاءات عدها الزميل يعقوب. أهلا بك دكتورة وأهلا بالمتابعين. فعلا كما ذكرت ضيفتك قبل قليل بأن اللغة تحتاج إلى اهتمام أكبر وأكثر، والإصدارات هنا متنوعة في دورة معرض مسقط الدولي للكتاب، تتناول موضوعات عدة فيما يخص اللغة وكيفية تعليمها. في هذه الوقفة أيضا نتذكر دراستنا أيام الجامعة، هنا معي كاتب هو خلفان بن سيف الطوقي حول كتابه الجديد ما لم تتعلمه في الجامعة. أهلا وسهلا بك أستاذ خلفان. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة. أستاذ خلفان، ما الذي لم نتعلمه في الجامعة؟ طبعا الجامعة تهتم بالجانب الأكاديمي للطالب. أنا حاولت أن أركز على المهارات المهنية والحياتية التي نحتاجها والتي تسمى باللغة الإنجليزية soft skills. بالإضافة إلى المهارات الحياتية هناك مهارات مهنية نحتاجها، وطبعا أنا حاولت أركز فيها لكي يخرج طلابنا لسوق العمل وهم متسلحين بالأدوات العصرية التي تتناسب معهم في السوق العماني أو أي سوق خارج عمان في سوق العمل. هذه المهارات ضرورية، بدون هذه المهارات أكيد ستكون هناك فجوة. حاولت بقدر الإمكان من خلال خبراتي الطويلة وبسبب حكم الوظيفة أو وظيفتي حاولت أن أغطي هذا الجانب. ما هي المحتويات التي ركز عليها الكتاب تحديدا؟ هي محتويات كثيرة، حوالي حسب ما أذكر حوالي 23 مهارة بلغة محلية تتناسب مع المتلقي وبلغة شبابية وبسيطة وعصرية وبثقافة عمانية أو ثقافة خليجية خلينا نقول. بالإضافة إلى ذلك هناك المفردات التي نستخدمها، حاولت أن أجمع 1000 مصطلح باللغة العربية واللغة الإنجليزية ولماذا تستخدم هذه المصطلحات. أستاذ خلفان، سؤال يستوقفني وهو شكل الكتاب، لماذا هو شكل الكتاب جديد ومختلف عن باقي الكتب؟ لأن الفئة المستهدفة هي فئة رواد الأعمال وفئة طلاب الجامعات في السنوات الأخيرة والمراحل والشباب بصفة عامة، لذلك هو سهل أنك تفتحه ككشكول الجامعة، دائما يكون سيكولوجيا لصيق بك، أينما تذهب يكون معك، وهو لذلك حاولت أن أوصل رسالة لشبابنا إنه هذا المرجع يجب أن تحتفظ فيه في يعني كل ما بغيت تريح مثلا أو بغيت موضوع معين يمكن لك الرجوع له بشكل سهل. أنا شاكر لك هذه الوقفة أستاذ خلفان، وأيضا الكتاب مثل ما ذكرت يربط الطالب بأيام الدراسية ما قبل أو في أيام أثناء الدراسة الجامعية. ونحن بدورنا نأخذكم إلى وقفة أخرى في جانب من جنبات معرض مسقط دول الكتاب مع الزميلة انتصار. انتصار لك الكلمة. شكرا يعقوب. مشاهدينا، حتى آخر الدقائق قبل إسلال الستار على معرض مسقط الدولي للكتاب، ما زال القارئ يتجول بين أركان المعرض ويختار كتابه. معي ضيفي مؤيد السعدي، زائر للمعرض ومتواجد بشكل مستمر هنا. أهلا بك مؤيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤيد، أخبرنا كيف تختار كتابك أو كيف اخترت كتابك؟ صراحة أختاره من ناحية أول ما أفتحه اللي يشدني عدد الروايات وأحيانا الكتب التحفيزية التي تحفز الذات. كيف وجدت معرض مسقط الدولي للكتاب ونحن اليوم أوشكنا على الختام وإسال الستار على هذا المحفل الثقافي؟ صراحة لقد فاجأني من أول نظرة عندما رأيته مختلفا عن المرات السابقة، لقد رأيته متسعا ومملوءا بالكتب المتنوعة، وصراحة مختلفا عن المرات القادمة بشتى الطرق، يعني لا أستطيع، الكلمات لا تعبر عن بين المعرضين السابق والحالي. كيف وجدت المعرض باتساعه وما يقدمه وما يوفره من كتب ومجلدات؟ صراحة في عدة مجلدات أو كتب كثيرة عن المرة القادمة، لقد كان المعرض صغيرا وضيقا، لكن في هذه المرة هنالك عدة دور نشر موجودة لم تكن موجودة في المرة القادمة. شكرا جزيلا لك مؤيد السعدي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا أستاذ.
شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، هذا هو معرض مسقط الدولي للكتاب، يختتم اليوم فعالياته. طاب لنا اللقاء معكم وقد وصلنا إلى الختام. نتمنى أن نكون قد وفقنا من خلال الفهرس في نقل الصورة كما هي. إلى لقاء آخر، دمتم بحفظ الله ورعايته. شكرا لك يا انتصار. مشاهدينا، ومسك الختام لحلقة اليوم لابد أن يكون بتوقف عن المعرض. معي في الاستوديو سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، مرحبا بك معنا سعادة. أهلا وسهلا بك دكتورة، الله يسلمك. سعادتك، طبعا المعرض هذا العام يعني بهيج حقيقة ومتنوع في فعالياته وفي الأنشطة المختلفة التي كانت تقام على هامش المعرض، بالإضافة إلى يعني العديد من دون النشر قد شاركت وساهمت وكانت متواجدة لدينا هنا وضيوف مختلفين. ما تقييمكم بعد يعني النقلة الجديدة في المعرض في مكانها الجديد؟ ما تقييمكم للمعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، معارض الكتب هي يعني معارض أصلا تشكل يعني بهجة بالنسبة للمهتمين بهذا الجانب. ما زاد بهجة معرض الكتاب، معرض مسقط الدولي للكتاب في دورة 22، أنا في رأيي أنه جزء من هذه البهجة أضاف هذا المكان الجميل مركز عمان للمعارض والمؤتمرات بهذا الزخم الجميل وبهذا أيضا السعة الرحبة بالنسبة للعارضين. ومعرض مسقط الدولي للكتاب ما يقام للمرة الأولى، كل الأجنحة بتنوعها تقام تحت سقف واحد في مكان واحد، لذلك كان الزخم مختلف، كان أيضا ردود أفعال الناس كانت مختلفة، بهجة المكان وتواجد الناس في مكان واحد أضفت الكثير من الجمالية على هذا المعرض. أنا في رأيي أن هذه الدورة واحدة من الدورات الناجحة جدا لعدة أسباب. السبب الأول طبعا الارتفاع المتنامي في أعداد الدور المشاركة والدول المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب. الآخر هو أيضا التزايد المضطرد في عدد الفعاليات الثقافية والتي اتخذت منهجا جديدا، كما هو متبع في كثير من معارض الكتب بأن تقام الفعاليات الثقافية على في نفس المكان يعني في، والناس يتجولون في شراء الكتب. هناك فعاليات تقام في مختلف، هناك 35 أو 36 فعالية ثقافية أقيمت هذا العام. تم تفعيل المبادرات أيضا بشكل ممتاز، تم تفعيل ركن الطفل بشكل غير مسبوق، والتنظيم جاء أيضا ممتاز جدا بحيث أنه كل ما يخص الأطفال كان موازيا للمنطقة المخصصة للأطفال التي قدمت فيها الكثير من الفعاليات الجميلة. مرة أخرى ربما احنا استمعنا إلى بعض ردود الأفعال من الناس يتحدثون عن نجاح مبهر لتنظيم هذه الدورة من معرض مسقط الدولي للكتاب، وهذا كلام سمعناه من العارضين، سمعنا إليه من الناس. الذي يهمنا هو أن لا تنتهي جهود اللجنة الرئيسية بانتهاء معرض مسقط الدولي للكتاب، وإنما علينا أن نبدأ العمل للمرحلة القادمة من الآن. وكما قال معالي الدكتور الوزير في حفل التكريم الذي أقيم قبل هذه المقابلة بساعات، أن اللجنة من الآن تفتح المجال لأي ملاحظات قد يبديها المرتادون لمعرض مسقط الدولي للكتاب لمزيد من التطوير للمرحلة القادمة إن شاء الله. لا نتوقف عند هذه النقطة سعادتك، يعني الزوار كانوا يتوافدون حقيقة يعني بأشكال كبيرة جدا، يعني لاحظنا خصوصا في فترة يعني الإجازات الأسبوعية، يعني خصوصا يوم أمس كان المعرض ممتلئ، ودرجة العادة أنكم يعني تحاولون أن تأخذوا بيانات من هؤلاء الزوار وتعليقات حول ملاحظاتهم عن المعرض، هل يعني كان الوقت كافيا لتطلعوا على بعض هذه الملاحظات هي وتعرفوا أعداد الزوار؟ نعم، هي احنا يعني ناخذ هذه الملاحظات بعدة أشكال. أولا في بعض ملاحظات مباشرة، في مبادرات أيضا من الناس أن يقولوا بعض الملاحظات، هناك من يكتب ونأخذ بهذه الملاحظات كلها. واليوم أيضا الوسائل متاحة، عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا سنطرح يعني باب، سنفتح بابا لإبداء هذه الملاحظات عبر البوابات الإلكترونية، ومن ضمنها مركز جليس للتواصل وموقع معرض مسقط الدولي للكتاب، ونتلقى أيضا ردود أفعال الناس، ولا ما يمنع أن احنا حتى نحثهم على أن يبدوا ملاحظات، لأن هذا يهمنا لكي نستطيع أن نطور خلال المرحلة القادمة.
نعم جميل. إذا هذه الدعوة لكل المهتمين ولزوار معرض مسقط الدولي للكتاب أنه يعني يأخذوا من وقتهم قليلا ويتركوا تعليقاتهم على الموقع ساعتك ولا على أي جهات؟ على الموقع، موقع معرض مسقط الدولي للكتاب هو الأضمن الآن لكي يبدوا ملاحظاتهم عبر هذا الموقع، إن كانت هناك ثمت ملاحظات، إن كانت هناك ثمت أيضا أفكار للتطوير خلال المرحلة القادمة. الناس عرفت أرض المعرض وعرفت المساحات المتاحة، إن كان هناك أفكار جديدة للتطوير نحن نرحب بهذه الأفكار وأن تطلق عبر هذا الموقع. جميل. سعادتك كيف تقيم يعني وجود صحار كضيف شرف في معرض مسقط الدولي للكتاب والفعاليات التي صاحبت المعرض تتعلق بصحار؟ احنا مرينا بتجربة سابقة وهي استضافة نزوة عندما كانت عاصمة للثقافة الإسلامية كأول ضيف شرف في معرض مسقط الدولي للكتاب، وقلنا انه بعد عامين من تلك التجربة سنعاود التجربة مع مدينة عمانية، وقع الاختيار على مدينة صحار لتكون ضيف شرف، وبدأنا في الحقيقة من العام الماضي جهود حثيثة مع سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة وسعادة الشيخ والي صحار وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى هناك والمشايخ، وبذلت جهود في هذا الجانب إلى أن يعني وصلنا إلى فكرة مشاركة صحار كضيف شرف في معرض الكتاب، معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 22، وفي رأيي كانت المشاركة مميزة. استطاع أبناء صحار أن فعلا يقدموا ولايتهم بالصورة التي تستحقها هذه الولاية العريقة، استطاعوا أن يحشدوا كثير من الطاقات على كافة السبل لإبراز صحار في هذا المشهد الثقافي الذي نعده الأبرز على مستوى المشهد الثقافي في السلطنة. كانت مشاركة فاعلة، مشاركة منوعة، لم تستثني أي جانب من الجوانب التي تخص صحار. في الجانب الآخر أيضا أبناء صحار وهم من الشعراء والكتاب جاءوا إلى المعرض ودشنوا الكثير من الأعمال في الجناح الخاص بصحار كضيف شرف في معرض الكتاب، وأعتقد أن هذا أيضا سيكون حافز آخر للقادمين من الولايات الأخرى عندما يعني نستمر في هذا التقليد باستضافة ولاية عمانية قادمة كضيف شرف في معرض الكتاب. بالتأكيد سعادتك، وربما أيضا سيلهمهم أفكار أخرى لإقامة فعاليات مختلفة في هذه المدن. سعادتك دعنا نتكلم عن القادم في هذه الحالة، يعني هل تم تحديد المدينة القادمة كضيف شرف؟ هل هنالك من أفكار مختلفة ستطرح العام القادم؟ احنا إلى الآن لم نحدد الولاية القادمة، ولكن يعني كانت هناك عدة أفكار. يعني مثلا انا طرحت فكره انه احنا لماذا لا ننتخب، لماذا لا نقدم ملف لكل ولايه تقدم ملفها مثلا للترشح كضيف شرف، لكن اللجنه الرئيسيه رات ان يتم الترشيح خلال المرحله القادمه مره اخرى من قبل اللجنه، وهذا ان شاء الله سنقوم به بعد يمكن الاجتماع القادم الذي ستدعم فيه اللجنه، ونرشح واحده من الولايات لتأخذ دورها حسب رأي الإجماع في داخل اللجنة، وإن شاء الله يعني المدن العمانية كلها تأخذ دورها بإذن الله خلال المرحلة القادمة. سعادتك دهلي يعني استميحك بعرض استبيان كنا قد وضعناه على تويتر، على صفحة تويتر التابعة للبرنامج المتابعة معك. الاستبيان كان عن آراء الناس حول المعرض هذا العام، وكانت حقيقة معظم الآراء إيجابية جدا، ممتاز بنسبة 38%، وجيد بنسبة 33%، جيد جدا بنسبة 33%، جيد 19%، ومقبول حصل على 10%، فيعني معظم التقييمات كانت راضية، الناس راضون عن المعرض. يا دكتورة يعني ليميز هذا البلد أبناؤه، الرواد لهم دور في عملية التقييم، في عملية أن ينجح أي معرض أصلا. المبادرات التي قدمت في معرض مسقط الدولي، تسابق المجموعات والأفراد للتطوع لخدمة يعني كل أركان المعرض، كان يعني فاق أصلا توقع اللجنة، فاق القائمين على هذه المبادرات. مسألة أيضا المبادرات القرائية بدأت يعني السنة ونجحت بشكل غير مسبوق، احنا كل هذه المبادرات يعني بدأت وليدة، وعلى يعني كنا نظن أنها ستظل بطيئة الرتم، لكن في الحقيقة الأدلة أثبتت هذا العام أن
ما قدم من مبادرات وما قام به الأفراد أيضا من خدمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب كله صب لصالح نجاح هذه الدورة من معرض مسقط الدولي للكتاب. فنحن لا نقصر هذا النجاح على جهود لجنة وعلى جهود أفراد. نقول أننا كلنا شركاء. لو لم يقبل الناس ولو لم يرحبوا بهؤلاء العارضين ولو لم يقبلوا على النشاط لما نجح هذا المعرض، ولو لم تقم أيضا اللجنة بواجبها لما نجح في المقابل أيضا هذا المعرض. وهنا فرصة لتحية الجميع وفرصة أيضا لتحية من قاموا على هذا الإنجاز الوطني في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سعادتك بهذه الشهادة نختتم لقائنا معك ونختتم كذلك يعني البرنامج، إذ وصلنا إلى الختام لا يسعنا هنا إلا ربما أن نسكت عن الكلام المباح فلا شيء يقال. يعني بعد ذلك أشكر زميلي انتصار الشبلية ويعقوب البلوشي على كل متابعاتهم وكل لقاءاتهم من أرض المعرض. شكرا لكما يعقوب وانتصار. شكرا لك دكتورة. مساء جميل نختتم فيه فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، حدث استثنائي جميل وعرس ثقافي عاشت فيه مسقط لأحد عشر يوما من الثقافة والفنون ومختلف أنواع المعرفة هنا تحت سقف واحد تحت معرض مسقط الدولي للكتاب هنا في مكانه الجديد. شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا على متابعة الفهرس. نتمنى لكم قراءة ممتعة مع الكتب التي اقتنيتموها. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله. وأنا باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الذي كان متواصلا طوال فترة المعرض، فريق عمل البرنامج بالإشراف زميل أحمد الحضري، وفريق الإخراج بقيادة المخرج محمود الريامي، وفريق الإعداد مع حمود شكيلي والزميلة خديجة الشحية، وكل الآخرين الذين كانوا معنا، عامر وفي الهندسة كذلك، أنا لا أستطيع أن أذكر كل الأسماء. شكرا لكم جزيلا، شكرا لكم، شكرا على كل ما قدمتموه. طبعا الفهرس كان ينقل لكم الحدث، والحدث يختتم اليوم. نلقاكم بإذنه تعالى في العام القادم، طابت أوقاتكم.